نعود لمتابعة هذه الحلقة الشيقة جدا معك دكتور نبيل خليفة والغنية أيضا بالمعلومات. بدي أسألك عن الوضع على الساحة المسيحية، كيف رضاك على الوضع اليوم بعد هذا التوافق بين القوات والتيار الوطني الحر وأي قانون للانتخابات تعتقد أنه يجب التوصل إليه؟ هلا ما بعرف إذا رح يوصلوا ولا لا، بس برأيك هو الأنسب لوضع لبنان؟ خليني أقول لك شغلة، تواصلك للشيء اللي أنت بدك إياه لك كيسنجر على أيام الرئيس حافظ الأسد، لما نكحته ياسر عرفات من بيروت الإسرائيلية ورجعوا السوريين طردوه من طرابلس، بيقول بمذكراته: قلت للسوريين، يعني الرئيس حافظ الأسد بعد كانت أيامه التسعينات، أنه الآن تخلصتم من ياسر عرفات وقتها كان يمثل العسكرية السنية كأنه هو جيش البديل للسنة في لبنان، الآن انتبهوا ستواجهون جهة ثانية هي جهة الموارنة، لأن الموارنة هم دعاة وبناة وحماة الكيان اللبناني. وإذا شئتم، وهذا خطتكم، يعني هو كان عرفها، أن تضعوا يدكم على لبنان، فستواجهون بالفعل الموارنة المسيحيين، بس بالتقليد الموارنة. من أجل ذلك كان تعاطي لأجل ذلك كان التعاطي مع الموارنة، أنه لوضع، خلينا نختصر الموضوع، وضع اليد على لبنان يمر بوضع اليد على الموارنة، على المسيحيين، وبالتالي على الموارنة، لأنه هم مشروع لبنان يا آنسة، مشروع كيان لبنان. وهذا اللي قالوا كمان شو اسمه الباحثون، قالوا انه 1920 لما اعلن لبنان الكبير كان انتصار للمشروع الماروني، هيك سماه المؤرخ. طب اليوم خلاص ممكن يجي عن يد الموارنة؟ لا اقول لك شغله، يلا انا عم اقول لك شيء تاريخي. يلا جربوا السوريين هالشيء بيعرفوه، مرقت علاقتهم مع المسيحيين بمراحل، ما بدي دخلك فيها لانه كانت وحده وما فيش وقت. ساعه اول شيء كانوا انه مع الموارنه، خطاب الرئيس حافظ الاسد ب 20 تموز سنه 1976 قال: اذا كنتم ستتعاملون مع الموارنه هكذا فانكم تنشئون دولة مظلومين في العالم العربي، وهي أخطر من إسرائيل. بعدين صارت الأمور لما رئيس السادات إجا إسرائيل تغيرت الأمور، كان مع صرنا ضد إلى آخره. وضع اليد على الموارنة هو جزء أساسي من استراتيجية السورية في لبنان، لأنه وضع اليد على لبنان تمر بوضع اليد على بعد هالاستراتيجية قائمة اليوم؟ أكيد استراتيجية ما بتتغير، لأنه اي ساعة بتتغير يعني بعد سوريا نفسها. اللي بيحكوا انا اللي من يحكوا عن ما شفتيه امبارح بالانتخابات، الذين لم ينتخبوا رئيس الجمهورية معروفين عمين محسوبين. الخط، تحكي عن الخط، انا بأمل ان اللي عندهم خط يعملوا لنا هني والسوريين خط على القمم ويرسموا الحدود. وبعدين كلنا معهم، عرفتي كيف؟ طيب بس بعده النظام السوري قوي دكتور خليفة ليقدر انه يقوم بمكان يقوم به قبل، قوي بجهة، أما أنه حدا أخذ دوره، قوي بجهة وبس كلف ناس عنه هون، عرفت كيف؟ تيقوموا بما، وهذا مقاموا به يعني. امبارح مقاموا به هو هذا، عرفت كيف؟ هلأ لذلك الموضوع ما فيه، نحن بدنا ناخد بعين الاعتبار، والسلطة جديدة بلبنان بتاخد بعين الاعتبار أنه نحن بهذا المشرق كلبنانيين، مثل ما كان يقول التوازن في لبنان الآن. وهذا ليه اللي بينتبهوا لهايدي، عشو قايم التوازن في لبنان الآن؟ قايم على الديموغرافيا السنية والتسلح الشيعي، شفت كيف؟ توازن، عندك ما يقارب 1,800,000 سنة في لبنان، وعندك سلاح حزب الله بالمقابل. وين الموارنة بهالمشهد؟ المسيحيين وين؟ المسيحيون في هذا المشهد
هني بيضة التوازن. هني بيضة التوازن أي متى؟ وهي أنا قلتها على التلفزيون لما حكيت عن الميثاقية معلش. نعم. ما كانش حدا جايب سيرة الميثاقية أصلا. أنا طرحت الميثاقية على إنه أنتوا لمن رفيق الحريري قال وقفنا العد وإنه رجعوا باتفاق الطائف للمناصفة. المناصفة شو بتعني يعني؟ إنه رئيس جمهورية الماروني بنقوه المسلمين يعني تبعتي كيف؟ نعم. أو رئيس الحكومة بنقوه المسيحيين يعني بده يكون في وجهة نظر في إنصاف في يعني. إنصاف إنه مش معناتها كلهم أو 100% أو كذا بس يكون في غالبية أو قوى فاعلة أساسية هي تنقي ممثلة في السلطة. نعم هذا ما حصل. هذا ما حصل بالاتفاق اللي عملوه بمعراب. نعم. الاتفاق اللي انعمل بمعراب لذلك لمن قوتين مارونيتين أساسيتين مش نعم. بدي أقول الأساسيتين نعم أساسيتين وبيمثلوا يمكن ما بدي أقول لمن صاروا يشارعوا على 85% يا خي 51% هذا ما عادش في حدا يتجاوزه حتى الولايات المتحدة اللي ما كانتش مع الشيء اللي صار ما عادش فيها تتجاوز نعم. يعني لما وقفوا المسيحية ليش؟ لأنه هذا المنصب هو محسوب لهم نعم موقع السياسي الأول لهم إيه. وبالتالي صفى من الصعب على أي جهة إن تتجاوز هذا التفاهم ومن هون كان في ذكاء الرئيس سعد الحريري صديقنا إنه عرف آخر شيء انه حتى الامريكان مش قادرين يمرقوا شيء المسيحيين مش رح يوافقوا عليه. طيب هلا انو الانتخاب تنوصل عليه لان بعد معنا تقريبا 4 دقائق بس هالان ايه خلص الوقت بسرعه. انا بدي اقول لك يا انو الانتخاب نعم. اللي وافقوا عليه القوات والمستقبل والاشتراكي مبدئيا هذا انا عامله ما هيدي من اجل ذلك سالتك انا عامله الا اذا هني غيروا في شيء ثاني بس انا بعدهم برايك بنسبهم 60 ب 68 ما هذا مشروع يا حو بعده بنسبهم هالقانون لثلاثتهم بنسبهم وبناسب لكن بناسب الكل بلبنان في انا بناسب المكون الشيعي كلهم بناسبهم هلا بالشيعي اذا بده يسيطر على غيره لها بناسبوش بس اذا بده ياخذ حقه كشيعي ايه بناسبه وراح راح اقول لك ليش متمسك بالنسبيه الكامله للمكون الشيعي لانه بوجود السلاح وبوجود نعم. التكليف الشرعي بيقدر يعمل ديكتاتوريه فرض راي واحد ويطلع النائب اللي بده اياه ما عادش في ديمقراطيه ما هو اصلا باي قانون ثنائي الشيعي مرتاح لا تقول لك شغله مرتاح أنا يعني منه ما في ولا اي قانون ممكن ينزل خليني اقول لك شغله اساسيه نحن عشو قايم اللعبه من الاول شو قايم شو انا بتاسف انه في سياسيين بلبنان من كل الفئات مش من جهه بيطلعوا لبنان دائره واحده النسبيه الكامله الدائره الفرديه خي انا يمكن مش ضد الاشياء بس انتم عشو مبنيين شو السيستم اللي نحن ماشيين فيه هو اتفاق الطائف وثيقه الوفاق الوطني يا خي اذا كل واحد منكم بده يعمل وثيقه على ذوقه بحزبه او بشخصيته شو بيقول اتفاق الوطن الوثيقه الوطن حدد قانون انتخاب ضروره وضع قانون جديد يكون على اساس المحافظه المحافظه وعلى قاعده العيش المشترك ويؤمن صحه التمثيل السياسي لشتى فئات الشعب واجياله هاي النسبيه كما يؤمن فعالية ذلك التمثيل هاي الأكثرية نعم ما هني بيعرفوش عربي عرفتي كيف؟ ما بدهم ما بيعرفوا يعني إذا بيعرفوا بدهم الفعالية بتأكد الأكثرية والأش اسمهم وذلك بعد إعادة النظر في التقسيم الإداري نعم. تقسيم المحافظات وفي إطار وحدة الشعب أنا اللي جيت الوحيد اللي عامل تقسيمات إدارية عرفتي كيف؟ محافظ فيها على كل المكونات في لبنان نعم عرفتي كيف وسميتها أنا المحافظات اللي ذات القاعدة النواة الصلبة تأحفظ الكل طائفي وجودها من جهة وارتباطها ببقية الطوائف من جهة تانية وقسمت لبنان ل 13 محافظة نعم 15 دائرة انتخابية وليش هون القاعدة الهامة كل المحافظات الأربعة قسمتهم لثلاث محافظات 12 وبيروت بعدها واحدة محافظة ولكن بثلاث دوائر انتخابية لأن العاصمة شفت كيف؟ إذا بدك بسرعة
بسرعة ما بعرف كم بعد في دقيقة لازم اللبنانية يعرفوها، وخصوصي بعد عندك جاي أيام بدهم يعملوا أنو الانتخاب بالشهر هذا. أنا عملت محافظة بيروت الدائرة الأولى تشمل الأشرفية الصيفي المدور والرمايل سبع نواب، هذه النواب الصلبة أرثوذكسية. نعم. انتبه. الدائرة الثانية تشمل المصادبة المزرعة والبشورة سبع نواب نواب الصلبة سنية. الدائرة الثالثة تشمل رأس بيروت عن مريسة ميناء الحصن مرفا وزي البلاط خمسة، هاي رمادية بسميها أنا جريزاتر يعني فيها طايفة. نعم. طايفة. الشمال أول شيء عكار كمان سنية. تبعت عملت ثلاثة للسنة وثلاثة للشيعة وثلاثة للموارنة، وحدة كاثوليكية وحدة أرثوذكسية وحدة درزية. درزية. شفتي كيف؟ فإذا هذه عكار سنية، طرابلس الضنية والمنية كمان سنية، صاروا ثلاثة سنية ببيروت. الباترون الكورة صغرتها وبشري مارونية. المتن وبعبدة بجبل لبنان، جبالو كسروان كمان مارونية. المتن وبعبدة مارونية، شوفوا علي درزية. نعم. يعني نواة الصلبة من أقصد الأكترية. محافظة البقاع بعلبك والهرمل شيعية، زحلي وقضاؤها كاثوليكية. نعم. البقاع الغربي وراشية رمادية. محافظة الجنوب صيدا الزهراني جزين رمادية، فيها أربع مسيحية وأربع إسلام. اثنان باثنان باثنان باثنان. صور وبنت جبال كمان شيعية. والنبطية مرجعيون وحصبية شيعية. هيك بصير عندك ثلاث محافظات ذات نواة صلبة سنية وثلاثة شيعية وثلاثة مارونية، وحدة درزية وحدة كاثوليكية وحدة أرثوذكسية. وبالتالي بيكون كل الفئات عدل على الجميع. هذا عدل على الجميع وحكم للجميع. عرفتي كيف؟ نعم. وانا تلميذ ميشيل شيحة يعني، عرفتي كيف؟ عندي رؤية للمجتمع اللبناني، وهيدي لازم الكل يعرفوها، انه ما فينا الا ما يكون عندنا رؤية بسموها فلسفة قانون الانتخاب. فلسفة قانون الانتخاب بالمفهوم الشيحوي، يعني طائفة هي القاعدة بعد. نعم. حتى الآن، واللي بده يشيل الطائفة بده يعمل نظام علمي علماني. علماني. نعم. إذا فين يعملوه أوكي نحن معهم، واللي بدهم يوصلوا للدائرة الواحدة الفردية بدهم يمشوا 100 سنة مثل ما عملت بريطانيا توصلوا لها. شفتي كيف؟ هلا صحة. نعم. التمثيل تتم بقاعدة الطائفة، وأنا جمعت الجغرافيا والديموغرافيا. نعم. الجغرافيا والديموغرافيا. نعم. في جانب وثم شو اسمه الارتباطه بغيرها من الطوائف، وصرنا بنواة الصلبة اللي سميتها. نعم. كل طائفة بتحافظ على وجودها وبتحافظ على الوحدة اللبنانية من خلال علاقتها ببقية الطوائف. بهالخلاصة يعني ريت الوقت أطول دكتور نبيل خليفة، وصلنا لختام وقتنا وتجاوزناه كمان، كانت حلقة شيقة وممتعة مع مطلع هذا العام. إن شاء الله يكونوا عم بيسمعوك يلي بدهم يهتموا بقانون الانتخاب ويضعوه. شكرا جزيلا. بس انا بدي اقول لك شغله، انا بتمنى عليهم وقلت لبعض منهم. نعم. انه خيي اللي شاغل بقانون الانتخاب من سنه 1994 لمن كلفتني بكركي. نعم. بعد كن هلا ياخذوا منك المشوره. شكرا جزيلا. مشوره انه نشارك بالنقاش بس بالقليله. شكرا جزيلا لك، شكرا للمشاهدين، والى اللقاء غدا باذن الله.